السلام عليكم. في الفيديو ده هنحل question 2 في sheet 3. قبل بس ما نبتدي، كان في هنا teach مكتوبة غلط برضو يا جماعة، عشان بس الحاجات دي ايه بتعصبني شوية. ماشي. مهم، question 2 هي مسألة design، بيحكي لنا حدوتة كده، واحنا المفروض نعمل بقى الديزاين بتاع الاي ار كله، مش زي الكويشن اللي فات كان يعني رسم لنا شوية حاجات. فهو بيقول لنا computer company، احنا بنفولو نفس الابروتش بتاعنا، sells computer hardware components and assembles system package. assembles يعني تجمع، يعني مثلا بيجيبوا مثلا رامات وبروسيسور وباصز مثلا ويعملوا ماذر بورد وهكذا، يعني عشان بس الكلمه مش كومون قوي يعني. بعدين بيقول لك hardware components may be VGA cards, mouse, rams, monitors, CPUs, sound cards, etc. it's required to design a database system for this company, including all details about selling components and systems, details about customers, orders, suppliers, make any necessary assumptions. طيب مبدئيا واضح ان احنا هنعمل database لشركة واحدة، فمفيش entity type اسمها company، هيبقى فيها كذا company. بعدين عندنا computer hardware components و system packages، واضح ان هي حاجات بتتباع، فواضح ان احنا محتاجين نعمل لها entities. بعدين عندنا الهاردوير كومبوننتس، دي في منها انواع VGA cards, mouse, rams, monitors, CPUs, sound cards. ممكن الحاجات دي تبقى entities وممكن تبقى attributes حسب احنا هنعمل ايه يعني. design assumption هنشوفه كده. بعدين في customers و orders و suppliers، منطقي ان كل الناس دي تبقى موجودة يعني. هنعمل ال entities اللي عندنا. عندنا customer entity types يعني، وعندنا order، وعندنا supplier وعندنا hardware component وعندنا system package لو خليني ارسمها تحت شوية. بس طيب بالنسبه بقى للحاجات دي، احنا ممكن نعمل اتريبيوت في الهاردوير كومبوننت نسميه تايب، والتايب ده بقى يبقى هو ماوس او رام او مونيتور او سي بي يو او ساوند كارد او اي حاجه. بس انا شايف انه الحاجات دي المفروض تبقى انتيتيز مستقله بذاتها، لسبب انه مثلا كل هاردوير ان هاردوير ان كل هاردوير كومبوننت في دول ممكن يكون ليه بروبرتيز مختلفه عن التاني. يعني مثلا السي بي يو ليه كلوك معينه، مثلا المونيتور ليه ريزولوشن، مثلا الرامات ليها كاباسيتي مثلا 8 جيجا بايتس 4 جيجا بايتس وهكذا. فانا شايف بصراحه ان الديزاين الاوقع ان احنا نعمل انتيتيز للكلام ده، نعمل مثلا انتيتي في جي اي مثلا وانتيتي مونيتور، نعمل انتيتي اي حاجه ثالثه سي بي يو مثلا. ماشي جميل. طيب بس نعمل بقى ال relations اللي ما بين الكلام ده. ال relations طبعا اللي ما بين، عايزين نعمل اول ال relations اللي ما بين ال entities قبل ال relation اللي هي ال rhombus. طيب ال hardware component can be VGA monitor و CPU، فدي inheritance. ال inheritance دي هنعملها disjoint، لانه ما ينفعش يبقى VGA و monitor في نفس الوقت، او ما ينفعش يبقى CPU و VGA في نفس الوقت، فمنطقي ان هي تبقى disjoint. طب هي total ولا partial؟ على حسب يعني. لو احنا حاطين كل الكومبوننتس اللي الشركه بتبيعها كانتيتيز، فساعتها دي هتبقى توتال لان هي مش هتخرج عنها. لو احنا حاطين بس الحاجات اللي هيبقى ليها حاجات مميزه، زي مثلا المونيتور ليها ريزولوشن، السي بي يو ليها مثلا كلوك، لكن في حاجات مالهاش حاجه مميزه، الساوند كارد مثلا الناس ما بتبقاش مهتمه ان هي تسال عن حاجات معينه فيه، فساعتها هنحطه كهاردوير كومبوننت وخلاص. بس فهو على حسب الاسامبشنز، الاسامبشن بتاعنا هتبقى دي توتال او بارشل. انتوا ممكن تكتبوا الاسامبشن زي ما انتوا عايزين. طيب في ريليشن تانية ما بين الهاردوير كومبوننت والسيستم باكج. السيستم باكج هي حاجة بتبقى مكونة من كذا هاردوير كومبوننت، فاحنا ممكن نعمل ريليشن كده هنا نسميها consists of. والسيستم باكج لازم تكون متكون من هاردوير كومبوننت، لكن مش لازم نكون استخدمنا كل الهاردوير كومبوننت في سيستم باكجز. ممكن في كذا سيستم باكج نستعمل نفس الهاردوير كومبوننت، وممكن نستعمل كذا هاردوير كومبوننت عادي. فايتس ماني تو ماني ريليشن، لانه ممكن نستعمل كومبوننت معين في كذا سيستم باكج، وممكن نستعمل
في السيستم باكج كذا هاردوير كومبوننت. طيب في ايه كمان احنا ناسيين حاجه مهمه جدا، الاي ديز. لو هو مش مدينا اتريبيوتس للانتيتيز فاحنا لازم نعمل اي دي لكل انتيتي، اوردر اي دي. السيستم باك والهاردوير كومبوننت انا هسيبهم شويه عشان انا هعمل فيهم حاجه كده. سبلاير اي دي. طيب او يعني نعملهم هاردوير اي دي وسيستم باك اي دي. طيب ايه بقى الريليشنز اللي عندنا؟ احنا عارفين انه احنا بنشتري الهاردوير كومبوننت من سبلاير معين، بس ما بنشتريش سيستم باكجز. يعني سيستم باكجز دي احنا بنجمعها عندنا في الشركه، بنشتري هاردوير كومبوننتس معينه وبنجمعها في سيستم باكس. فاللي هيحصل ان احنا هنعمل هنا ريليشن سبلايز، فالهاردوير كومبوننت احنا بنجيبه من سبلاير معين. طبعا اي سبلاير لازم يكون بيدينا هاردوير كومبوننت والا مش هنحتفظ بيه في الداتابيز. وهي هاردوير كومبوننت احنا جايبينه من حته، لان احنا ما بنصنعش هاردوير، احنا بس بنجمع هاردوير. طيب السبلاير ممكن يدينا كذا هاردوير كومبوننت، والهاردوير كومبوننت ممكن نجيبه من كذا سبلاير عادي. اوكي برضو يعني الحاجات دي خاضعه لوجهات النظر. ممكن نكون بنستور الداتا بتاعت سبلاير علشان نبقى نشتري منه بعد كده، مش شرط يبقى توتال. ممكن يبقى توتال، ممكن يبقى بارشل. ممكن نعمل الاسامبشنز ده، اسيوم انه احنا بنستور بس السبلايرز اللي احنا اشترينا منهم قبل كده، وفي ناس بتستور عادي عشان تبقى تشتري منه بعد كده وتقارن اسعار وكده يعني. طيب في ايه تاني؟ الكاستمر طبعا بيعمل اوردر، ممكن كذا كاستمر يعمل كذا اوردر. بس الكاستمر مش هيبقى كاستمر الا لو عمل اوردر بقى، يعني لانه لو ما عملش اوردر يبقى احنا ليه نستوره اصلا عندنا في الداتابيز. بس الرومبس معاقة شويه عشان كده عملت زوم عشان ارسمها كويسه. ديناميكس الكاستمر لازم يعمل اوردر، ممكن يعمل كذا اوردر. وممكن الاوردر يتعمل من كذا كاستمر؟ لا ما اعتقدش. ولا ممكن لا اعتقد انه لا، هو كاستمر واحد اللي يعمل اوردر، هو الاوردر 1 تو ميني تو 1. ثانيه كده، الاوردر ممكن يعمله كاستمر واحد بس، لكن الكاستمر ممكن يعمل كذا اوردر، فهي 1 تو ميني ريليشن. يعني الكاستمر هيعمل كذا اوردر عادي، لكن الاوردر مش هيعمله كذا كاستمر. منطقي. طيب فاضل ايه تاني؟ فاضل ان احنا نشوف بقى حوار الاوردر والهاردوير كومبوننت والسيستم باك. الاوردر يعني ممكن الاوردر يكون بيطلب سيستم باكج معينه، وممكن يكون بيطلب هاردوير كومبوننت معين. ففي الحاله دي انا شايف انه الحاجه الاحسن ان احنا نعمل حاجه اسمها برودكت. وبرودكت ده از ا سوبر كلاس ديسجوينت، يا اما يبقى سيستم باك يا اما يبقى هاردوير كومبوننت، ولازم يبقى حاجه من الاثنين، ما ينفعش يبقى حاجه ثالثه. وعشان نبريزرف الريليشن ما بين السيستم باكج والهاردوير كومبوننت، وان الهاردوير كومبوننت ليها حاجه اسمها سبلايز خاصه بيها، لكن احنا ما بنشتريش برودكت. وبعدين نعمل هنا كونتين ونوصلها ببرودكت. مش لازم كل برودكت تكون الناس لسه طلبتها، لكن لازم الاوردر يكون فيه برودكت، والاوردر ممكن يكون فيه كذا برودكت، والبرودكت ممكن يكون الطلب في كذا اوردر قبل كده. انا شايف ان موضوع السيستم باكج ده يتهندل بالطريقه دي احسن طريقه يتهندل بيها. في الحل بتاع السنه اللي فاتت هنلاقي ان احنا مش مستخدمينه اصلا او متجاهلينه يعني. فانا شايف انه لا، هو حاجه ورث ان احنا نهندل. طيب اخر حاجه، لو احنا عاملين بقى سوبر كلاس، فساعتها السوبر كلاس هو اللي هيبقى ليه اي دي، والاي دي ده هو اللي هينزل مع عند السيستم باك والهاردوير كومبوننت. بس كده الفيديو الجاي ان شاء الله هنحل question 3.